عندنا شوبير والحضري ونادر السيد وعندنا اسامي تقيل قوي. لو بالارقام هنقول عصام الحضري يمين. انا عاشق لابراهيم حسن، عاشق لاحمد رمزي. لو قلبين دفاع انا شايف ان بالارقام وائل جمعه، وممكن يكون يعني انا في وجهه نظري ممكن يكون متعب بلادي. نص ملعب العب اثنين، مش هجيب اسمي بقى وسيرتي خالص، هلعب من اللعيبه المميزه جدا تامر عبد الحميد من الجيل اللي انا شايفه مهم جدا. ندخل بقى على الجيل القريب شويه، محمد شوقي. انا ممكن احط طبعا ابو تريكه عشان من الناس المهمه جدا، نحط محمد صلاح من الموضوع طبعا في متواجد محمد صلاح. ممكن احط كمان ناحيه اليمين، نجيب جيل من اللي خد 98 مثلا، نقول عبد الستار. مهاجم حسام حسن.